الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الله عز وجل: ولكل أمة منسك. وهذا المنسك هو لكل أمة، وهذه المناسك تعظم وتحترم، ولكل أمة جعل الله لها منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعم. والهدف من هذه المناسك ومن هذه الشعائر هو توحيد الله عز وجل، وهو ذكره، وهو التقرب إليه. فكل عمل يقوم به العبد تجاه ربه فالهدف منه هو التقرب. فمن ذلك منسك الأضحية، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. فهذه الأضحية لاستعادة، ولا من أجل أن يشبع الإنسان اللحم، ولا من أجل إهراق الدم، ولا من أجل الاقتصاد الذي ينتج عنه شراء الأضاحي وذبحها والرواج والمنافع، وإن كان الأمر داخل فيه، لكن الهدف هو طاعة الله، طاعة الله عز وجل، هو شكر الله على هذه النعمة، وهو ربط الإنسان صلته بالماضي، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه السلام: ملة أبيكم إبراهيم. فحينما يشتري الإنسان الأضحية فإنما يربط العلاقة أو يعود بنفسه التاريخ، وهو قيام إبراهيم عليه السلام بذبح هذه الأضحية، حيث أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه، فامتثل لأمر الله عز وجل، كما أن ابنه امتثل لأمر الله عز وجل واستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فلما رأى الله عز وجل عزمهما على تنفيذ أمر الله عز وجل ففداه وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح بكبش عظيم. فأحيى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنة وشرعها وسنها في أمته صلى الله عليه وسلم، وقام بنفسه، حيث فرضت هذه الأضحية في السنة الثانية للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة صلى الله عليه وسلم ويقوم بنفسه بهذه الأضحية. وقد أمر الله عز وجل بهذا النحر، بهذا الذبح، في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، عبادة الله عز وجل أولا، ثم القيام بتنفيذ هذا الأمر. ولذلك من السنة الصلاة أولا ثم النحر، وهذه في التفاتة يعني رقيقة، والتفاتة إلى من لا يصلي. كيف لك أنك تقدم وتهتم بالأضحية، تقدم على الأضحية وأنت لا تصلي؟ أتعلم أن الأضحية سنة مؤكدة وسنة واجبة، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة ما حكمها؟ الصلاة فرض، ركن من أركان الإسلام، صلاة عمود الإسلام، فمن أقامها قام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. كيفاش الناس كتحرص وتبحث وتهتم بالأضحية ولكن هو ما كيحافظش على الصلاة؟
ولا اصلا ما كيصليش، اصلا ربما ما كيصليش. ما معنى هذا؟ انها صارت عاده، يضحكوا عليا الجيره، يضحكوا عليا الناس، اولادي يقولوا لفلان والله ما ضحى، والله ما شرى الاضحيه، لطيف خرج بلا الاضحيه، وحتى احنا نتعجبوا فلان مسكين خرج بلا الاضحيه يا لطيف، وعلاش ما نتاسفوش فلان والله ما كيصلي يا لطيف، فلان ما كيصليش يا لطيف، مصيبه وخصنا نتعاونوا عليه حتى يصلي، نمشيو عنده مجموعه والله يهديك، علاش ما كتصليش اصلا وانت كبير؟ علاش ولادك ما يصليوش؟ علاش الزوجات ديالك ما تصليش؟ وعيب. وإلا خرج بلا ضحيه نبقاو نتعاونوا، كاين اللي وقف الجامع والله يجازيكم بخير، واحد السيده راه خرج بلا ضحيه نتعاونوا نشريو له الاضحيه، الله يجازيكم بخير، ما شاء الله عليك الاهتمام، الاهتمام باللحم، الاهتمام بالماكله، نشريو له الاضحيه عاده. فواجب ان نجعل كل الامور التي نقوم بها عباده لله عز وجل، ونأصلوا الأول الأركان ونغرسوا الأركان لإسلام في نفوسنا وفي أمتنا. لما نغرسوا الأركان الخمسة ونثبتوها ونطبقوها ونعملوا بها، فيسهل علينا الأمور الأخرى، وحنا نهتم بالسنان والمستحبات، وحتى في بعض الناس اللي تشدد في السنان النوافل في المندوبات، ولكن الفرض يتهاون فيه، يتهاون فيه. هذه ما يسمى بقلب الموازين والمفاهيم. فالله عز وجل إذ شرع هذه المناسك وسنها النبي صلى الله عليه وسلم منها الأضحية من أجل التقرب، باش نتقربوا بالعبادة. اللحم ما غاديش نتقربوا به إلا ما كانش عبادة. الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شنو يقبل منك الله عز وجل؟ هو انت اعطيت الفلوس تصدقت، يقبل الله منك الفلوس؟ لا معنى لها. ماش غادي يقبل منك الله؟ يقبل منك التقوى. شوف القلب ديالك وشنو فيه، وشنو فيه، واش مبني على اساس متين، اخلاص، عقيدة صحيحة، أم ذاك سطحي؟ إنما يتقبل الله من المتقين اللي يخافوا الله عز وجل. هو الإنسان بنى الجامع كاع، بنى الجامع وما عندوش تقوى، مقبول منه ما مقبولش، ذبح الأضاحي ما عندوش تقوى ما مقبولش، حج أدى الفريضة تاع الحج كما يفعل الكثيرون، كثيرون من الناس يفعلوا ذلك، يمشي ولكن لا تقوى، لا ما عندوش تقوى، غير مزور، ماشي دوريجين، ماشي اصلي، يعني في الاصل في العباده، لا غير مزور، لا الاعمال العباده تكون نابعه من القلب. انا نؤدي الصلاه لله وحده بشروط بعلم. مشكلتنا هذا ماشي غير حنا هنا، ولا لما كنتكلم الخطاب كنوجهه كنتكلم على المسلمين كاملين، لما كنقولوا ايها الناس ايها المؤمنون، فالخطاب للجميع، وانا نقصد وهذه للتذكير بعض الناس هداهم الله. كنتكلم على شي موضوع معين يمشي عند شي واحد يقول له راه سي احمد راه يمعني عليك، راه تكلم عليك، والله العظيم هذو امراض، هذو امراض النفوس، امراض النفوس، هذو مرض. كيفاش انا نتكلم في الموضوع وتمشي عند شي واحد يقول لا يتكلم عليك؟ واش انا كنوجه الخطاب لشي واحد؟ انا اعمم، لو كان تكلم نتكلم على التعميم من اجل المصلحه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت. وكذلك الخطاب موجه الي، الخطاب كذلك موجه الي، واللي كيحدث الناس مسؤوليته اكبر واكثر عند الله، أكبر وأكثر عند الله عز وجل. لأن الواحد خصو أول لما يقدم شي خطاب يشوف نفسه أولا واش راه يطبقه، إذا طبقه فليقوله للناس حينئذ سيقبلونه منه، أما إلا ما طبقوش راه غادي يتعاقب يوم القيامة واحد العقاب
شديد كما في الحديث. والله لما نقرأ هذا الحديث يعني لا أستطيع أن أكمله، إنه يأتي يوم القيامة إنسان ويدور كما يدور الحمار في الراحة بالمصارم ديالو خارجي وكيدور، يجي يوقفوا عليه الناس أفلان ماشي أنت هو العلم ديالنا، أفلان ما كنش أنت الفقيه ديالنا، وأفلان ما كنش أنت الداعية ديالنا، أفلان ما كنش تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، أش هاد الفضيحة؟ شنو وقع لك؟ يا ودي كنت نأمركم ولكن كنت نخالفكم، نأمركم بالمعروف ولا آتي، نهاكم عن المنكر وآتي. شتو المصيبة؟ يا أيها المعلم وغيره، هل جعلت لنفسك ذا التعليم؟ حتى أنت مثلا تأمر أولادك، تأمرهم تقول لهم أولادي ما تكذبوش، هو أنت مسؤوليتك أكبر، خصك ما تكذبش. أولادي ما تغشوش، وأنت مسؤوليتك أكبر، ما تغش. أولادي ما تكميوش الدخان، وأنت مسؤوليتك أكبر، تكون قدوة لأولادك ولذريتك وهكذا. إذن التقوى هي الأساس، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. كل شيء يجب أن يربط بالله، وإلا فلا خير فيه. أنت تأكل، شوف هكا تأكل وتشرب، ولكن يربطه بالله، بسم الله، لما تنتهي من الحمد لله، لتؤجر على ذلك، لتؤجر على ذلك. كل شيء تقصد به وجه الله إلا عندك الأجر عند الله. تأكل وتشرب تقول بسم الله ما عندكش الأجر. تلبس اللباس تشري اللباس، الهدف أنك تستر عوراتك وتعبد به الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عندك الأجر عند الله. تشري السيارة تستر بها أولادك وتدير بها الخير، عندك الأجر عند الله عز وجل. ولكن إذا ما كانش نية بالله عز وجل تربط هذه الأمور بالله فلا أجر لك، بل ويعاقب الإنسان على ذلك. فالأضحية سميت الأضحية لأنها تذبح وقت الضحى، تذبح وقت الضحى، الضحى وقت تذبح وقته. وهذه الأضحية ذبحها يكون بعد صلاة العيد. لكن هذه الأضحية واش عندها شروط ولا ما عندها شروط؟ لها شروط. لماذا هذه الشروط؟ لأن كل شيء يقدم إلى الله عز وجل يجب أن يكون طاهرا طيبا نقيا سليما. صلاة كتصلي ولكن تكون طاهر البدن، نقي البدن، صافي القلب، متجها إلى الله. كتصوم طهر لسانك، طهر جوارحك، امتنع الأكل والشرب، توجه إلى الله. تمشي تحج، المال يكون حلال والعقيدة صحيحة والأخلاق فاضلة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الذبيحة بغيت تذبح الأضحية تكون من مال حلال، ثم تكون نية صادقة ماشي رياء الناس، ثم تكون فيها السلامة، لأن هدية أنت غادي تهدي واحد الهدية لشي شخص عزيز عليك. هدية مثلا تعطي لشي واحد خروف هدية، ولله مثل الأعلى، وتعطي خروف عور وتعطي خروف عرج، غير في الهدية في المناسبات الأعراس هذه عادة كيديو شي خروف مثلا عادة، واش ديه عرج وتنزلو بالسيارة عرج غير يضحكوا عليك، غير مقبول. دي واحد خروف حوليه يكون سليم. إذا كان هذا البشر مع البشر فمن باب الأولى مع الله جل شأنه، جل شأنه تكون سليمة. لا تجوز الأضحية في صفات أربع، أربع صفات لا تجوز في الأضحية: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، معناها تكون عورة واحد العين أو زوج عينين ويكون واضح أنها ما كتشوفش،
والعرجاء البين عرجوها، يعني كتعرج باينة، والمريضة البين مرضوها، واحد المرض باين واضح فيها، والعجفاء أو الكثيرة، العجفاء التي لا تنقي هزيلة تتخلف عن القطيع وتكون هزيلة ضعيفة جدا، ولا تكون كبيرة بزاف، كبيرة اللي كتكون كبيرة كذلك تكون ضعيفة. والفقهاء استنبطوا منها أمور من الأمراض، مثلا يكون ذيلها مقطوع أكثر من الثلث ولا نصفها، ولا أذنها مقطوع أكثر من نصف من الثلث، فهذه يقولون أنها لا تجوز إذا كان الذنب ديالها مقطوع تكون سليمة. أما إذا تكسر لها القرن مثلا الذبيحة قرنها إحدى قرنها مكسور، إذا كان أصبح يدمي في الصباح ما زال فيه الدم لا تجوز، أما إذا كان يبس الدم فتجوز، ولكن يعفى عن بعض العلامات اللي كتكون في الأضحية، مثلا حال ذيك الحبوب الطفات اللي كتخرج فيها كتظهر فيها فهذه تجوز، لا لأنها لا تؤثر في اللحم. الهدف من ذلك كل شيء المرض مرض يؤثر في اللحم فينقص من جودة اللحم، ولذلك فضل يعني أنواع الأضاحي، عندنا الأنعام، عندنا الإبل والبقر والضأن والماعز، والماعز وهذا قليل اللي كيضحي على الإبل، عندنا الإبل والبقر الضأن والماعز، وفحل الضأن أحسن من أنثى، وفحل الماعز أحسن من أنثى، والضأن كما تعلمون يكون 6 شهور نصف سنة فما فوق، والماعز يكون عنده سنة دخل في الثانية سنة، هذه الشروط ديال الأضحية. ثم هذه الأضحية التي تذبح بعد صلاة العيد ولا تذبح قبل صلاة العيد، فمن ذبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، إذا ذبح قبل صلاة العيد. والمالكية يؤكدون على أكثر من ذلك، يقولون بعد ذبح الإمام للتأكد من ذلك، بعد ذبح الإمام إمام المصلى، فلما الإنسان يذبح يذبح بنفسه ولا يوكل أحدا إلا إذا تعذر فيشهد ذبح أضحيته، يشهد يحضر يشوف في الأضحية، ولو كانت امرأة يعني الأصل الإنسان يذبح وأصل يذبح ويتعلم يسلخ وكذا لأنه أضحيته ويتعب فيها، ولكن إذا وكل جزار أو كذا بأجرة فلا بأس، ولكن بأجرة المال ما يعطيش حاجة من الذبيحة من الأضحية. فيذبح كيف يذبح؟ فكما هو معلوم في الذبح فلا نعيد تكرار ذلك، فيقول بسم الله الله أكبر، الهدف منها يقول أن يتقرب إلى الله عز وجل. ولما يذبح الإنسان فيأكل من أضحيته، لكن ماشي هو الهدف هو الأكل. الآن احنا تقدمنا كاين الإنسان اللي يبقى له اللحم ماذا مدة شهر ولا أكثر ولا شهرين ولا، إذن اكتفي أنه الإنسان ما يشريش اللحم الواحد مدة شهر ولا شهرين، علاش؟ وانت ما شاء الله يسر الله عليك الأمر، نقول المسكين واخا مسكين محتاج وكذا، ولكن انت يسر عليه الله عز وجل اللي ما خصوش يفوت، يعني ينبغي ألا يتجاوز 3 أيام تجاوز تصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا يمكن قلعوا وتصدقوا، كلوا وتصدقوا وادخروا، فهذا 3 ماشي بالضرورة مثلا نقسموا 6 كيلو كلوا 6 كيلو وتصدقوا 6 كيلو وادخروا، لا، أنك تأكل ما شئت ثم أنت تصدق ولو كان شيئا يسيرا ثم أنت تدخر ما شئت، الإسلام لا يمنع من ذلك، ولكن الهدف من ذلك هو التعاون، هو تفقد الفقير
والمسكين في ذلك اليوم، ولكن أولئك الذين كانوا يتعففون، وكان يعني عنده أمر أنه إذا ما ضحاش يتقدم إلى الله عز وجل بالدعاء ويصبر على ذلك. وقد النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، واحد عن نفسه والثاني عن أمته، من لم يضحي من أمته. المسكين إذا ما ضحاش فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. وأضحية النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، وأضحيتنا الله أعلم واش تقبل ولا ما تقبلش. ولذلك في المسكين الفقير إذا صبر فله الأجر عند الله عز وجل. ثم للتنبيه أن هذه الأضحية سنة. بعض الناس خصوصا كنشوفوا في وسائل التواصل أنه كيصوروا الخرفان الأضاحي وكيكتبوا شي نكات وكذا، فاعلم أن هذا إثم مبين عظيم. هذا إثم أنك تضحك تبقى تدير النكات على الأضحية. الأضحية راه شعيرة، الأضحية راه عبادة، الأضحية راه سنة مؤكدة. حتى أني مرات سمعت شخص والله أعرفه قال له ما يخلينا سيدنا إبراهيم خلانا الأضحية، خلانا المشكلة تاع الأضحية. هذه مشكلة، هذه عقيدة، هذا دين. من كلفك يا أخي أنك تضحي؟ ما قدرتش فلا إثم عليك، بل لك الأجر عند الله عز وجل إن صبرت. كذلك الاشتراك، بالنسبة للاشتراك في الأضحية لا يجوز. مثلا أضحية في الاشتراك في الضأن أو المعيزي بالمال، مثلا الإنسان عنده أولاده ثلاثة ولا أربعة ولا الخوت يديروا 50,000 ولا 400 درهم ولا كذا، نشتروا الأضحية لا يجوز. ما يجوز، ما تقبلش. واحد يشري، الأب يشري، ولا بأس أن يعطي الأبناء لأبيهم، يعطي لهم لا بأس، ولكن ماشي على قصد، على نية الاشتراك، على نية الاشتراك لا يجوز. ولما يجي الإنسان يذبح ينوي يشرك مع أخوه أو يشرك مع الناس أو يشرك مع من بعائلته داخل أسرته وداخل بيته، يشرك مع أهل الوالدين، فهذا يجوز. كذلك بالنسبة لمن لا يضحي في أوروبا، مثلا من علوم أضحية في بعض البلدان أو يتعسر عليهم الذبح، فيرسلوا مثلا ذاك المبلغ في بلدهم يشتروا، هذا جائز، هذا جائز. كذلك للتنبيه، كان بعض الناس هذه مناسبة كيخرج الزكاة ويعطيها للناس يضحي، لا يجوز، لا يجوز أنك تخرج الزكاة وتبقى تعطيها وتشري الأضاحي، بمعنى تشري السمعة ديالك باسم حق الله، باسم حق الفقراء والمساكين. لا، الزكاة عندها الأنواع ديالها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمال إلى آخره، الأصناف الثمانية. أما تخرج المال من الزكاة وتعطيها لهذا تقول له شري نشريك الأضحية، ولا تعطيه شري الأضحية، لا يجوز، شريه بمالك الخاص. فنسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. واحد المرأة كتسألكم الدعاء.